نروح لزميلنا فاروق صلاح نطمن منه، وكان موجود طبعا مع النادي الاهلي امبارح في اسكندريه وحضر كل التفاصيل خاصه بالمعسكر، وحضر طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي، فنعرف منه اخر التطورات ولو عنده جديد. يا فاروق مساء الخير. مرحبا بك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بضيوفك الكرام الاصدقاء الاعزاء بقى حماد الشناوي والعايدي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهم حاجه بس فاروق، يمكن عايزين نطمن على اصابه امام عاشور وحسين الشحات وخروجهم امبارح، داخلين على مرحله مهمه جدا صعبه. الاثنين مش بس لعيبه مميزين وامكانياتهم كبيره، لكن الاثنين كمان جابوا فورمه بسرعه، يمكن من اكثر اللعيبه اللي بتحسها فايقه جوه الملعب. فبالتالي وانت رايح للسوبر ليج، صحيح يمكن يكون في فرصه توقف الى حد ما تساعد على البرامج التاهيليه اللي اتحط ليهم وتساعدهم على الرجوع بسرعه، لكن عايزين نعرف منك تطورات الاصابه ومده غيابهم عن النادي الاهلي. يعني زميلي احمد اثرت نقطه يعني انسجام امام عاشور، وده الكلام ده خلي بالك يعني من وقت ما كنا موجودين في معسكر الاهلي في النمسا، واحنا اتكلمنا على مدى انسجام امام عاشور مع النادي الاهلي وان واحد من الصفقات المهمه. طبعا المشهد بالامس يعني لقطه ومشهد خلع قلوب كل جماهير النادي الاهلي، سواء اللي موجودين في استاد الجيش ببرج العرب او الجماهير اللي يعني خلف الشاشات. كان المشهد بالنسبه لنا يعني احنا اطمنا لما امام عاشور قام وقف على رجليه، ثم كانت المشهد الاصعب هي لحظه وقوف امام عاشور في ارض الملعب وبكاء امام عاشور. يعني الامر حسينا بمدى صعوبه الامر وان لا قدر الله ممكن يكون الامر فيه اصابه قد تكون خطيره، لكن يعني الدكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي يتعامل مع الامر وفضل خروج اللاعب. طبعا خرج امام عاشور من الملعب يعني مع سياره الاسعاف، كان بصحبته طبعا الدكتور عبد المجيد احد دكاتره الطاقم الطبي في النادي الاهلي، كان حريص يعني الدكتور احمد ابو عبله شخص الدكتور احمد جاب الله معذره شخص الاصابه منذ اللحظه الاولى في ارض الملعب ان هي كانت كادمه في الساق اللاعب امام عاشور، ولكن كان عايز يطمن هل في كسور هل في شرخ، فبالتالي تم يعني الذهاب امام لاحد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه برفقه الدكتور عبد النجيب اللي قدر هناك طبعا عمل لها اكثر من فحص واكثر من اشعه وهو موجود طبعا في المستشفى، بعت طبعا الاشعه للدكتور احمد جاب الله اللي اطمن على يعني قدم امام عاشور وان الامور كويسه. بعد ما طبعا ما اطمنا عليه يعني برضه عشان يطمن الجهاز الفني واللعيبه والفريق الكامل، امام عاشور تواجد معانا طبعا في الملعب بعد طبعا العوده من المستشفى. كان طبعا المباراه انتهت يعني مع انتهاء المباراه كانت عوده امام عاشور مره ثانيه الى استاد الجيش ببرج العرب، طمن عليه بالسيركولر اللي كان واضح عليه علامات التاثر الشديده زميلي احمد يعني وهو خارج ما بين الشوطين. مستر كولر كان مستاء جدا وكان يعني بزعل شديد جدا، خايف ان ممكن تكون اصابه امام عاشور لا قدر الله يعني تبقى الامور اصعب، ولكن الامر تبدل تماما. حتى اللعيبه نفسها كان في حاله من السعاده بالنسبه للعيبه لما اطمنت على امام عاشور اللي خلاص زي ما بنقول اكتسب ثقه الجهاز الفني، ثقه زملائه وثقه جمهور النادي الاهلي، فيعني بطمنك عليه. الدكتور احمد جاب الله زي ما اتكلمنا معاه قال لي الامر هياخد يعني امام ياخد راحه، هي الاصابه كلها يعني مش هتستغرق من 7 ل 10 ايام، لكن هياخد اسبوع راحه ثم 3 ايام ياخد جلسات علاج طبيعي، ثم طبعا يبدا ينزل في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. وزي ما اكد لنا يعني ان شاء الله يعني امام يكون موجود مع الاهلي باذن الله في المباراه الاولى مباراه سيمبا التنزاني، اللي برضه زميلي احمد خليني برضه من خلالك اكد لك ان شاء الله النادي الاهلي من المقرر ان هيكون سفره الى تنزانيا يوم 18، انت عارف ان المباراه يوم 20 أي. هيكون يعني سفر النادي الاهلي طبعا في بعثه، طبعا على ترأس البعثه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. زميلي احمد طبعا انت اتكلمت برضه على حسين الشحات، مظبوط، خلينا اطمنك على حسين الشحات، امر كانت كابنه بسيطه جدا، لكن حسين الشحات طبعا واحد من اللعيبه اللي بنقول بنبارك له عودته لمنتخب مصر، وجوده مع منتخب مصر الامر يعني الامر لم يعيق حسين الشحات من الالتحاق ببعثه منتخب مصر طبعا اللي توجهت للامارات، لكن برضه يعني من ضمن الامور اللي يعني تقدر تقول هي كانت مديه زعل شويه المستر كولر عدم انضمام امام عاشور للمنتخب، كانت مديه سعاده لامام عاشور،
ولكن الامر بقى يعني في تعادل مستر كولر على رهانه على اللاعب احمد نبيل كوكا. ايوه حقيقي. اللي تم استدعائه بالظبط، تم استدعائه لمنتخب كوكا. انا لسه كنت بتكلم يا فاروق على كوكا الحقيقه امبارح، يمكن هو الولد خد ماتش واثنين وثلاثه، واضح ان كولر مديله ثقه كبيره جدا، لكن كوكا اللي انا شفته في ماتش اسماعيل امبارح غير، يعني الحقيقه الولد كواليتي هاف ديفندر على اعلى مستوى، جزء كبير جدا من تكتيك كولر مبني عليه، عنده مشاركة فعالة جدا في صناعة اللعب، تغيير اتجاهات الملعب في أوقات كتير جدا، وأسيست يمكن حسين الشحات امبارح يمكن يعني خير دليل على الكلام اللي أنا بقوله، واحد من أجمل الأسيستات اللي شفتها الحقيقة في الموسم الحالي. أنا بشكرك يا فاروق، كويس إن احنا اطمنا منك على إمام، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول يعني.